طيب هنروح لصالة الشرقية للدخان، نتابع مع حضراتكم احتفالات النادي الأهلي بالفوز ببطولة الكاس. شريف شعبان زميلنا موجود هناك. شريف أهلا بيك مرة تانية، ونقل لنا الأجواء كده. أنا شفت كابتن خطيب بينزل يسلم على بطلات الأهلي، يا ريت لو كنت موجود تقول لنا كان بيتكلم معاهم بيقول لهم إيه، وتنقل لنا الأجواء بشكل عام عندك في الملعب. مليون مبروك يا احمد، مليون مبروك كابتن حشيش، مليون مبروك لكل مشاهدي قناه نادي الاهلي. الاهلي بيتوج ببطل كاس مصر السادات بفوزه على فريق الصيد 3-0. يمكن مجموع الاشواط، الشوط الاول 25-18 الاهلي، الشوط الثاني 25-20، الشوط الثالث 25-13. معي نجم من نجوم النادي الاهلي، يمكن آية الشامي نجمه نجوم النادي الاهلي. بقول لك مليون مبروك النهارده فوزكم بالكاس. الكاس ما شاء الله من كام يوم، الدوري بطولات نادي الاهلي، نمسك الخشب حدث ولا حرج. الحمد لله احنا دايما بنبقى داخلين كل بطوله مركزين قوي ان احنا ان شاء الله نلعب على المكسب. طبعا انت عارف النادي الاهلي ما يعرفش الهزيمه او مركز تاني، فالحمد لله كل بطوله بنخش نلعب على الكاس ان شاء الله. يعني حتى ماتش كان سهل الى حد ما، يمكن احنا كنا هم كسبوا الزمالك اللي هو عمل معانا ماتش كويس، بس احنا ركزنا فيهم قوي في اللعب ونقط ضعفهم، وقدرنا الحمد لله نخلي ماتش سهل يعني. الله يبارك فيك، ميرسي، شكرا. مستمرين معاك زميلي احمد، معي نجم من نجوم التدريب في مصر، كان لعيب كبير قوي ومدرب كبير جدا، انجازات حدث ولا حرج. كابتن حمدي الصافي مليون مبروك، ما شاء الله ما شاء الله، بطولات يمكن 18 بطوله للان ببطوله النهارده، مليون مبروك، بطوله غاليه جدا، بطوله الكاس ومن قبلها الدوري. الحمد لله، طبعا بنقول مبروك لجمهور الاهلي، مجلس اداره الاهلي. الحمد لله السنه دي بعد الكورونا حققنا البطوله الثانيه، انجازات كتيره في النادي الحمد لله، وبطولات دايما في النادي الاهلي. السنه دي طبعا ما كانش حالفنا الحظ في افريقيا، ولكن ان شاء الله باذن الله بنوعد جمهورنا الموسم الجاي ان شاء الله هيبقى في افريقيا، والحفاظ على اللقب بتاعنا باذن الله. احمد سمير بيبارك لك، وكابتن محمد حشيش بيباركوا لك. شكرا جدا، والف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره، ودايما في بطولات يا رب. احساسك بقى لما لقيته كابتن خطيب موجود النهارده بيتفرج على نهائي الكاس؟ الحقيقه طبعا احنا ما كناش عارفين الحقيقه، واللاعبات فوجئوا بوجود الكابتن خطيب، كانت لفته طيبه جدا، ومن الكابتن خطيب طبعا حضوره كانت لفته جميله جدا. الحقيقه البنات في الاول كانوا مخطوفين شويه، بس بعد كده الحضور ده زادهم ثقه واداهم ثقه، وشفنا خلال الشوط الثاني والثالث الاداء كان عالي جدا الحمد لله. كانت مفاجاه للصيد يفوز على الزمالك، ولا كانت مفاجاه؟ بص، هي مفاجأة على الورق، بس احنا كنا متوقعين ان ممكن حاجة زي كده تحصل يعني. ما كانش في صعوبة النهارده؟ لا الحمد لله، النهارده البنات بتوعنا جاهزين جدا فنيا وبدنيا، وما ادوش فريق الست فرصة خالص انه يدخل المباراة. مليون مبروك. الله يبارك فيك، شكرا شكرا. زميلي احمد، مستمرين معاك في تغطية خاصة وحصرية لشاشة قناة النادي الاهلي، يمكن المهندس سامح حمدي رئيس طبعا الاتحاد الكرة لكرة الطائرة. باشمهندس سامح، واحنا على الهوا بنقول لك مليون مبروك، تنظيم ولا اروع ولا اجمل. النهارده نهائي كاس الاهلي والصيد النهارده، حاجه مشرفه للاتحاد المصري لكره الطائره. الحمد لله احنا يعني عملنا اقصى ما في وسعنا عشان نقدر ننهي الموسم، وانت عارف الموسم كان ظروف استثنائيه والكورونا، وفعلا كان في فرق عندها كورونا، والحمد لله يعني الامور مشيت كويس، وباذن الله بكره ننهي ان شاء الله باذن الله الكاس الرجال كمان، وباذن الله يبقى خلصنا كده الموسم على خير ان شاء الله. والحمد لله يعني انا بعتبر ان يعني ده مجهود كل الناس اللي اتعاملت، حكام واداريين ولجنه مؤقته بتاعتنا، يعني الحمد لله ان احنا عملنا كده، والحمد لله على كل شيء. في وقت قصير بس ما شاء الله اندمجت على طول في الشغل ورتبت البيت من الداخل على طول. الحمد لله على قدر استطاعتنا، انت عارف ان فترتنا قليله جدا، احنا استلمنا في مارس والنهارده اغسطس، يعني في 5 اشهر قدرنا نعمل حاجات كتيره الحمد لله للمدربين وللحكام وبصراحه للعبه عموما، وربنا يسهل نقدر يعني نسيب بصمه، لان احنا مش هندخل انتخابات. كابتن خطيب النهارده اضاف من البهجه الكتير لكل الجماهير اللي كانت حاضره النهارده. والله الحقيقه انا لما دعيته لبى على طول، والراجل يعني في منتهى التواضع، وراجل يعني اكثر من نجم، فبالتالي برضه هو شرفنا النهارده. مليون مبروك يا تنظيم الرائع. الله يبارك، الله يخليك. مستمرين معاك يا زميلي احمد، نجوم النادي الاهلي شروق، يمكن واحنا على الهوا مع نجمات النادي الاهلي طبعا الفائزين ببطوله كاس مصر، ومن قبلها بطوله الدوري، يمكن رقم 8 اللاعبه نهله سامح. نهله بنقول لك مليون مبروك النهارده نهله، النهارده الكاس ما شاء الله، ومن قبلها الدوري. النادي الاهلي غير بطولات، بتعشق النادي الاهلي.
طبعا الحمد لله دايما ماتشات الكاس بتكون اصعب شويه من بقيه الماتشات في الدوري عشان الدوري بيكون نقاط الكاس طبعا اللي خسران بياخد بقى البطوله خالص. فالحمد لله ان احنا قدرنا نستعيد تاني لياقتنا ومستوانا قبل ما بين الدوري ما بين الكاس، والحمد لله قدرنا ان احنا نطلع 3-0 في ماتشات الكاس كلها الحمد لله. مشكله النهارده في الماتش ولا الماتش كان فيه سهوله لحد ما 3-0 نتيجه كويسه؟ الحمد لله كنا داخلين مهيئين نفسيا وبدنيا ان احنا نقدر نفوز باللقاء 3-0، وطبعا دعم كابتن الخطيب لينا النهارده زود من الحافز لينا ان احنا نقدر نفوز. جيتوا لكابتن الخطيب موجود النهارده؟ بصراحه بس كان دافع لينا قوي يعني. اليوم مبروك. الله يبارك في حضرتك. اليوم مبروك. مستمرين معاك زميلي احمد طبعا والكابتن حشيش وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. الفرحه حلوه والانتصارات حلوه والنادي الاهلي عودنا في الفترات الاخيره وطول عمر الاهلي بيعودنا على الانتصارات وعلى الفوز. مليون مبروك النهارده نجمه، ويمكن بطوله كاس مصر، يمكن الدوري، والنهارده الكاس. الاهلي ملك البطولات. الاهلي ملك البطولات. النهارده كان في صعوبه في الماتش ولا الجيم كان سهل؟ لا الجيم كان سهل الحمد لله، واحنا كنا داخلين مركزين جامد فالحمد لله كسبنا. قولي لي بقى، ما اتفاجئتوا اللي كانت خطيف في الملعب عملتوا ايه؟ لما اتفاجئنا اتبسطنا قوي وتحمسنا اكتر يعني، فدخل كان حافز لينا ان احنا نلعب بقوه اكتر. مليون مبروك. زميلي احمد كابتن حشيش كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، مليون مبروك فوز الاهلي السيدات ببطوله كاس مصر ومن قبلها بطوله الدوري، عوده ليك من جديد. اتفضل زميلي العزيز. زميل عزيز شريف شعبان بشكرك شكرا جزيلا. الفرحه حلوه وزي ما قلت لحضرتكم لحظه من اللحظات اللي بتفضل في الذاكره وما بتتنسيش، انا متاكد تماما. مشوار بطوله بالتاكيد بيبقى صعب، ولو ان الارقام بتقول ان فرقه النادي الاهلي كانت مكتسحه لغايه اخر لحظه. كل التوفيق طبعا لبطلات النادي الاهلي، والف الف مبروك، فرحنا بيكم وفرحتوا جماهير النادي الاهلي. اخر الموسم فبيبقى زي كده بنقول موسم الحصاد، تلاقي كل الماتشات الفاينلز دوريات وكاس في رياضات مختلفه، والاهلي الحمد لله اللي يدخل نادي الاهلي في الجزيره في مبنى الاجتماعي كده على اليمين يلاقي دولاب بطولات تقف قدامه وتسرح بالذاكره وترجع للتاريخ وتشوف امجاد في كل المجالات في كل الرياضات.